السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوان الأعزاء في قناة التجمع الدولي طيور زينة، حياكم الله. اليوم هي الثلاثاء الساعة 6:00 مساء، رفعت كل الأكل قبل 6 ساعات تقريبا عن الطيور، كل الطيور، الباجي، الكروان، الحساسين، الكوكتيل، الكناري. قدمت لهم وجبة بيض السمان مع زيت السمك أوميغا 3. تكلمنا عن فوائده، قليل منه، تقريبا ملعقة كبيرة، ماكو داعي نعيد الشرح لأن حلقات سابقة تكلمنا عن زيت السمك. بحيل الله أحاول قدر الإمكان إذا صار عندي وقت كل يوم نوعية الأكل أشرحها حتى يستفيد باقي الأخوان، والتوفيق من الله. أدنى جو بارد، يعني البيض يتحمل 24 ساعة، باكر هيك وقت تأخره عنهم أرفع. إذا زاد من عدة شيء أخلي للآنسات السمان. طبعا الكناري يحب البيض أكثر من الحسون، البيض يأكله الكناري بشراهة، الحسون يأكل لكن مو مثل الكناري. حتى لو ما أكلوا اليوم باكر الصبح يأكلون، لين راح يصير المغرب عندنا. هاي فقرة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.